تبدو لذيذة جدا. أصنع ألذ حلوى في المدينة كلها. أعتقد أنني لا أستطيع شراءها. تفضلي. لا أملك. بل تملكين لسانا يستطيع أن يخبر الجميع أن يشتروا هذه الحلوى. حسنا. اترك التفاحة! ماذا تريد مني؟ لماذا؟ لأنك سرقتها! لا أعلم لماذا تصرف شارل بهذه الطريقة. إنه يخدعني في كل مرة. حسناً، يجب أن أبحث حتى. انظر أمامك! لا تكن فظاً يا هذا! من تظن نفسك أيها الفتى؟ لست من فعل ذلك. لقد رأيتك بعيني. نحن نعمل في قلعة الحاكم، فكيف تجرؤ على تحدينا؟ غير صحيح. أنت تتمادى كثيرا، أحذرك. شعار الحاكم؟ ربما يعملان حقا في القلعة. إذا لم يعجبك هذا، اذهب وقدم شكوى. من الخطأ أن يوظف هذان الاثنان عند الحاكم. خذي ثمنها. ذهب؟ لست لصاً. إذا لم تعترف بأنك سارق، سأضطر لاستدعاء الحرس. اذهب وافعل ما تريد، لن أعترف بشيء لم أفعله. شارل، أنت تكذب، أمسكتك متلبساً. حصل سوء تفاهم. ماذا فعل؟ شار! سنتريلا! هذا الشاب لا يمكن أن يسرق شيئاً. حصل سوء تفاهم بالتأكيد. إنها تقول لك الحقيقة. إنها شريكتك. ها؟ لا تلمس البضاعة. لم تنجواني بفعلتكما. ليست غلطتنا. يكفي هذا، سأستدعي الحراس حالاً. إنها فرصتنا، هيا. ماذا؟ لا يمكن أن نهرب. توقف. إذا هربنا فسيعتقدون أننا لصان. وهو مقتنع بهذا. النجدة، أوقفوا اللصان، اخفضوا عليهما، هيا استدعوا الحراس، أوقفوهما. هيا. لنهرب. هل ستدفع ثمن هذا؟ أنت من اعترض طريقي. لقد تعبت يا بيلوس. وأنا أيضا. هل يمكنني المساعدة؟ لا، فعلت ما فيه الكفاية. أنا مذنب. ما رأيك في أخذ قسط من الراحة هناك؟ ونتهم بدخوله دون إذن؟ لا تخافي، هذا هو المكان الذي أعيش فيه منذ زمن طويل. ألم تقل لي إنك تعمل في قلعة الحاكم يا شار؟ صحيح، لقد نسيت. أنا في حاجة ماسة إلى الراحة، وإذا تعرضت لمزيد من المتاعب بسببك فلن تحصل على هذه الحلوى.
تنتظر. ليتني أستطيع إخبارها بالحقيقة. شار، ألن تأتي؟ مكان غريب. قلت غريب؟ ماذا تقصدين؟ أين أسرتك؟ أسرتي كما ترين أعيش هنا وحدي، والدي ووالدتي متى قبل أن أولد. قبل ولادتك؟ سأشرح لك. في الحقيقة متى قبل أن أكون قادرا على تذكرهما، أصبحت يتيما فعشت عند عمي بحسب وصية والدي، لكنني بعد أن أصبحت قادرا على العيش بمفردي أخبرني عمي أن هذا المنزل لي. إنها الحقيقة. أجل. كفى، سئمت الاستماع لأكاذيبك السخيفة يا شارب، أريد الحقيقة فقط. سأقول الحقيقة. انظر، أليس مشهدا جميلا لقلعة الحاكم؟ أعتقد. ماذا؟ فعلا منظر رائع، أنا لم أرى القلعة تبدو جميلة مثل الآن. ترى ماذا يفعل النبيل شارل الآن؟ هناك أو هنا؟ إنه مناسب جداً، فمستوى الماء فيه مرتفع، أستطيع أن أشرب. كن حذراً يا بيلوس. بيلوس! هيا تعال يا بيلوس، لا تخف. تشجع. أمسك يدي، هيا. لا تخاف. ما هذا؟ سننقذك. بيلوس، لماذا لا يرد علي؟ سأنزل إذن. أخيراً عد. لا. شارل تبي. إلى أين تذهب يا بيلوس؟ ماذا هناك؟ إنه ممر تحت الأرض. ما هذه الأشياء؟ البئر متصلة بذلك النفق. ما هو السبب؟ هل تعلم يا شارل؟ لماذا لا تتكلم؟ أليس منزلك؟ أنا موقنة الآن أنه ليس منزلك. يبدو أنك مصر على كذبك. إذن ما عليك سوى إخباري بتفاصيل هذا المنزل. أيا كان الشخص الذي يعيش هنا فلابد أن لديه قصة ممتعة أو خطرة. يبدو أن هناك شخصاً يخبئ شيئاً ما. ما معنى هذا؟ خاتم الحاكم، لابد أن أحداً سرق كل هذه الأشياء من القلعة.
أعرف شخصا واحدا يمكن أن يفعل هذا. لابد أنه سرال. المرحلة الأولى من خطتك يا سيد زرال نفذت بحسب تعليماتك بالحرف. جيد، آمل أن أستطيع تجنب العنف، ولكن يبدو أنه لابد منه. والآن استعدوا. ما سبب وجود كل هذه الأسلحة هنا؟ السبب الوحيد لإخفائها هو مساعدة شخص ما من أجل الاستيلاء على قلعة الحاكم يا ساندريلا. ها؟ هيا، يجب أن تأخذي بيلوس وتذهبي إلى المنزل حالا. هل يوجد حراس هناك؟ لا 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 أعتقد. إنهم بعض المتطفلين. تعال معنا. لا، يجب أن أعمل حتى لا تقع هذه الأسلحة بين أيدي مجرمة. إذن سأبقى معك يا شارل وأقوم بمساعدتك. ذلك خطر، اذهبي قبل أن يجدنا أحد. من هنا؟ ها؟ ماذا؟ يا إلهي، كما توقعت، بعض الفضوليين. متأسفون، كنا نلعب معا فوصلنا إلى هذا المكان، سنخرج حالا. توقف. ها؟ رأيتما الكثير هنا، لن تذهبا هكذا. قفا هناك. إذا أطلقتم الرصاصة فسينفجر ذلك الشيء ونموت جميعا. إنه على حق، هناك متفجرات في كل مكان. أنت ذكي أكثر مما توقعنا. عليكما أن تخبرانا الآن من أنتما ولماذا جئتما. هيا خذوهما. هيا حرّي بسرعة. والآن أخبرنا. سأخبركم عندما تأخذونني إلى قائدكم، فهو يعرفني، لكنني لن أتفوه بكلمة واحدة قبل أن تسمحوا لهذه الفتاة بالذهاب. هذا مستحيل. أنت بخير؟ تؤسفني ورطتك هذه يا ساندريلا. لا شار، أرجوك ألا تعتذر، فالذنب ليس ذنبك. أولئك الرجال الأشرار يعملون ضد مدينتنا الجميلة. معك حق. ارمي بهما في البئر. هيا تقدم. هل أنت بخير؟ نعم. ها؟ يريدون إبقاءنا في هذا البئر؟ شار، أحدهم أعطاك خنجراً. إنه أليكس. قضي عليهما تماماً. علينا إيجاد مكان آخر لتخبئتها. سمعت شيئا؟ نعم سمعت. ها؟ ماذا يعني هذا؟ هناك خائن بيننا. ماذا تقصد؟ مهلا، لنخلع الأقنعة. ها؟ 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 هيا نتبع. هيا. مهلا، سأحصل عليه. نجحت. أحسنتِ. ها؟ إنه بيلوس. بيلوس، حاول استخدام الرافعة التي على الجدار الخارجي للبئر. تحطمت؟
ولكن كيف فهمت عليه؟ إنه صديقي. اسمع يا بيلوس، هناك مقبض كبير في الممر الأرضي. لم يفهم علي. اذهب يا بيلوس وأنقذنا. سنكتشف الآن من أنت. هل تذكرتني؟ هذا أنت؟ خذ هذه. لن تهرب مني. لا فائدة، ضغط الماء عال جدا هناك. ما العمل؟ أنا آسف، لا أستطيع تقديم المساعدة لك هذه المرة. لا تعتذر يا شار، ساعدتني مرات كثيرة وأنا مدينة لك بهذا كله. أنت شاب وفي وشجاع وأنا أفتخر بك. ساندريلا، بفضلك تمكنت من الابتسام في كثير من الظروف الصعبة. أنت تجعلني أشعر دائما بأن الحياة جميلة. شكرا لك. ساندريلا، أنت رائعة. بفضلك التقيت بأصدقاء طيبين مثلك تماما. لم أكن أستطيع الالتقاء بهم من دونك، وعشت مغامرات جميلة لا يمكن تخيلها أبدا. أنا فخور بك يا ساندريلا. شكراً يا بيلوس. لقد أنقذتنا يا بيلوس، إنك صديق مخلص ووفي. لن أنسى جميلك هذا مهما حييت. المراوغة لن تنفعك، سوف نرمي بك في البئر. الماء دخل الممر الأرضي وأخذنا معه، وذخيرتكم فسدت تماماً. ولا أعتقد أن زعيمكم يود سماع هذا الخبر. من زعيمكم؟ هل تريد معرفته؟ لماذا تركتهم؟ أعتقد أنهم تعلموا درساً لن ينسوه في حياتهم. لدي شعور بأن زعيمهم يخطط لمكيدة كبرى قريباً. حقاً؟ وأعرف من هو زعيمهم. إنه زارال. هل أنت بخير؟ هذا أنت؟ أشكرك، لقد كان رائعا. فعلا إنه صديق وفي. والآن يا شار، أخبرني أين هو المنزل الذي تعيش فيه؟ هناك. ها؟ أتكذب ثانية؟